في 26 مارس سنة 1994 لقت الشرطة جثة وداد حمدي في بيتها وهي غرقانة في دمها. الشرطة أكدت إن سبب الجريمة هو السرقة، وبعد التحريات والتحقيقات اكتشفت الشرطة إن الجاني هو ريجيسير متى باسيليوس. يوم الحادث خبط باسيليوس على باب وداد حمدي وقال لها إنه معاه دور ليها في فيلم جديد، وبعد كده طلب منها إن هو يدخل الحمام، فقالت له طب ثواني هدخل أجهزهولك، بس باسيليوس اتسحب وراها. هي شافته وفهمت انه عايز يقتلني، قالت له خد اللي انت عايزه بس ما تقتلنيش. بس هو ما سمعش اي كلام منها، طلع سكينه من جيبه ودبحها. بس اليوس ما لقاش اي حاجه قيمه جوه البيت يسرقها، ما لقاش الا مئات معدوده، ولقى صندوق مجوهرات اكتشف بعد كده انه فالصو. بعد القصه دي ما اتعرفت، طلعت الفنانه يسرى في لقاء تلفزيوني وقالت ان وداد حمدي اتقتلت بدل منها، وان الريجيسير باسيليوس عدى عليها الاول في البيت، ولما ما لقاهاش راح لوداد حمدي. وبس كده خلص الكلام.